وزير الخارجية: اغتيال بروكوجين تم بتخطيط من بوتين. النمسا تؤكد على ضرورة عدم إفلات روسيا من العقاب. الأمن يفكك مافيا لتجارة الأسلحة ويضبط مئات القطع. وزيرة الاندماج تهدد بتخفيض المساعدات لمن لا يتقن اللغة. في إحصائية رسمية: النمسا تنمو فقط بسبب الهجرة. والشرطة تتيح إمكانية الإبلاغ عن السرقة عبر الإنترنت. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وإلى التفاصيل، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أنه لم يتفاجأ بمقتل يفغيني بروكوجين قائد ميليشيا فاغنر الروسية في حادثة الطائرة. وأشار شالنبيرغ إلى احتمال تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحادث، حيث أنه بعد شهرين من تمرد المجموعة ضد بوتين كان من المرجح أن يحدث الاغتيال. وأكد الخبير في الشأن الروسي العقيد جيرهارد مانغوت أنه على يقين تام من أن قرار اغتيال بروكوجين جاء مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. Mitglieder. Die Maschine sei von Moskau nach St. Petersburg unterwegs gewesen, Prigozhins Wohnort. Gleich darauf teilte die Luftverkehrsaufsichtsbehörde mit, auf der Passagierliste werde auch der Name Prigozhin selbst geführt. Der mutmaßliche Tod des Wagner-Söldner-Chefs löst. أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أن بلاده تقف في مقدمة الدول المؤيدة لتأسيس محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جرائمها في أوكرانيا. وأكد شالنبيرغ أن روسيا تسببت في دمار هائل منذ فبراير من العام الماضي، مشددا على عدم السماح لها بالانفلات من هذه الجرائم. وشدد الوزير أيضا على استمرار التضامن مع أوكرانيا، معربا عن احترامه للشعب الأوكراني، ومشيرا إلى تاريخ روسيا في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم في 2014. Wir haben verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Die Kommission hat auch von 60 Milliarden gesprochen. ضبط السلطات مكافحة الإرهاب في النمسا أكثر من 100 سلاح بحوزة مافيا تجارة الأسلحة في 6 ولايات. وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن عمليات التفتيش التي نفذتها مديرية الأمن والمخابرات أسفرت عن مصادرة أسلحة وذخائر ومواد حربية من 11 هدفا، معربا عن تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة بالتعاون مع مكاتب الأمن، مؤكدا أهمية التدخل المستمر لضمان الأمن الوطني. وأشار رئيس الاستخبارات عمر هيجاوي إلى أن الأسلحة تستخدم في جرائم التطرف والإرهاب. قالت وزيرة الاندماج النمساوية أنها ستعمل على نموذج يربط بين منح المساعدات الاجتماعية ومستوى اللغة الألمانية للاجئين في النمسا. وأضافت راب خلال عرض تقرير الاندماج السنوي أنه ليس من المعقول ربط المساعدات بحضور دورات اللغة الألمانية فقط، لأنه يوجد أشخاص يبقون عدة سنوات في مستويات لغوية متدنية. وأشارت إلى النموذج الدنماركي والذي يسمح بالمساعدات بعد 5 سنوات. ومن جانبها أوضحت رئيسة مجلس الاندماج كاثرينا بايبل أنه في العام الماضي كان 7 من كل 10 لاجئين أميون، خاصة السوريين كانت النسبة 78%. auch eine Integrationsberatung absolviert. Was nicht geregelt ist, ist, dass man auch Kursformate positiv abschließen muss. Das heißt, derzeit ist die Teilnahme der ausschlaggebende Faktor dafür, dass man Sozialhilfe weiter bezieht. Wenn man nicht teilnimmt, wird gekürzt. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken, dass man ähnlich auch wie bei anderen Aufenthaltstiteln, die es gibt, dass man auch innerhalb einer gewissen Zeit ein gewisses Sprachniveau erreichen muss, bei sonstiger Kürzung von Sozialleistungen oder beim Einheben einer Gebühr, beim mehrmaligen Antritt. Das sind Modelle, die ich mir vorstellen könnte.
Denn wo ich die Zahlen gesehen habe des diesjährigen Integrationsberichts, wie lange es auch dauert, dass Menschen ein gewisses Sprachniveau erreichen, möchte ich gern eingehen, auch auf die Empfehlungen des Expertenrates und prüfen, wie kann man hier noch mehr Anreize setzen. Denn klar ist, Deutsch lernen ist kein Freizeitvergnügen, sondern Pflicht. Wenn man in Österreich ist, hat man die Pflicht, Deutsch zu lernen. Gerade wenn man nicht arbeitet, hat man den Deutschkurs zu absolvieren und alles zu tun, um sein Deutsch zu verbessern. Das ist die Aufgabe und das ist auch die Pflicht, die man hat. Und wie man das gesetzlich besser abbilden kann, darüber werden wir jetzt nachdenken. بيّن تقرير الهجرة والتكامل لعام 2023 أن نمو السكان في النمسا يأتي فقط نتيجة الهجرة، متوقعا تجاوز عددهم إلى 10 ملايين قريبا. وقال توبياس توماس رئيس هيئة الإحصاءات النمساوية أن البيانات أظهرت ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي خلفية مهاجرة من 22 إلى 26% خلال السنوات الماضية مع تراجع الولادات من السكان النمساويين، وأوضح أن الألمان يتصدرون ب 225 ألف شخص، يليهم الرومان والصرب والأتراك ثم السوريين. وأظهرت دراسة أن 60% من المهاجرين يرون التعايش جيد أو مقبول. وفي خبرنا الأخير، أطلقت وزارة الداخلية النمساوية خدمة جديدة تسمح بتقديم بلاغات سرقة بشكل كامل عبر الإنترنت بشرط إثبات الهوية رقميا. وحسب بيان الداخلية، يمكن الإبلاغ عن سرقة الهواتف المحمولة والمحافظ أو أي أغراض شخصية، ولكن يشترط أن يكون الشخص مقيما في النمسا وأن يكون لدى المستخدم توقيع هاتف أو بطاقة مواطن أو لديه حساب ID أو سيريا، ويجب أن يتضمن البلاغ الأدلة الملموسة للجريمة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، محذرة أن سوء استخدام الخدمة يعرض الشخص للمساءلة القانونية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة وإلى اللقاء.